بضيف كريم انضم إلي الآن السيد عبد الله نعمة الباحث في العلاقات الدولية، أنت معي أيضا من بيروت. أهلا بك سيد عبد الله. وفي البداية خلال جلسة الأمم المتحدة التي تابعناها بالأمس، جو بايدن ذكر أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط. ما واقعية هذا الأمر في لحظتنا هذه على أرض الواقع؟ أول شيء مساء الخير لك ولكل عاملين القناة القاهرة الإخبارية من القاهرة العزيزة، وتحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل القيادة المصرية اللي دائما بيبذلوا جهود كبيرة بالنسبة لما يعني لوقفتهم الدائمة مع لبنان، وهن سندوا ظهر للبنان. جمهورية مصر العربية مع عودتنا بلبنان إلى تكون ظهر للبنان، ونحن يعني نعتز بجمهورية مصر العربية اللي هي حاضنة للبنان واللي هي دائما بتشتغل للقومية العربية. بالنسبة لخطاب بايدن، نحن كلياتنا بنعرف انه هو حليف اسرائيل الاول، وهو اللي اعطيها الضوء الاخضر، ولكن بنفس الوقت يعني اسرائيل على علم وعلى يقين، كما انه امريكا على يقين، وكما انه لبنان على يقين، انه موضوع لبنان والحرب مع حزب الله بلبنان ما بتنتهي الا بموضوع حل دبلوماسي. لانه في يعني بلبنان في قوه موجوده على الارض، واسرائيل ما حتقدر تجتاح لبنان وتفوت على لبنان. بالنسبه للحرب يعني الحرب مع لبنان مش حتكون بالنسبه لها سهله، وما حيكون فيها انتصار لا بالنسبه لاسرائيل ولا بالنسبه لحزب الله. فالموضوع طويل. انا برايي انه بايدن يمكن كلامه كان كمان بنفس الوقت مش مشجع بالنسبة للدولة اللبنانية، أو أنه كان شافه يمكن وزير الخارجية اللبناني كان انتقده لكلام بايدن، لأنه كلنا نحن عارفين أنه أمريكا هي طيب الإعلان أمام الكاميرات من قبل جو بايدن الرئيس الأمريكي أو حتى كل الدبلوماسيين الأمريكيين بشكل عام في أنهم من الممكن أن يعترضوا مع بنيامين نتنياهو. يعني منذ لحظات في خبر عاجل ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يتفق مع مواقف نتنياهو، لكن يجب حل الدولتين على عكس ما يصرح بنيامين نتنياهو. لكن على أرض الواقع هي مدعمة لكل الخطوات التي تأتي من قبل الحكومة الإسرائيلية. صحيح، ما اليوم ما نحن ندور على الشغل اللي قبل هدول كلياتهم. اليوم انت بتعرف انه امريكا وبايدن هو اللي عم بيعطي سلاح لاسرائيل، السلاح اللي عم تضرب فيه لبنان، وكلياتنا عارفين انه نتنياهو ما كان اقدم على حرب مع لبنان، او ما طلع له ولا طياره تعمل غارة على لبنان الا بضوء اخضر امريكي. وانا بعتقد انه بايدن اعطاه فرصه لحتى هو يخلص الموضوع قبل موضوع الانتخابات الامريكيه. ولكن اللي صار انه اليوم حزب الله عم يعني عم بيضربوا لاسرائيل ولشمال اسرائيل، وتوسع والصواريخ اللي ظهرت اللي هي صواريخ فادي واحد وفادي اثنين وفادي ثلاثه، والصاروخ اللي ضربوا اليوم اللي هو البالستي. انا بعتقد انه هيدا الشيء عامل معادله، وهن عارفين انه الموضوع مع لبنان شغلته مش صغيره يعني، فالموضوع كبير. فهني برضو عم يدوروا هلا صاروا على حل دبلوماسي. وكلياتنا بنعرف انه هوكشتاين اجى قبل على اسرائيل ونصحه لنتنياهو انه ما يفوت بحرب مع لبنان. ونحن بنعرف انه لما بتوصل الموضوع في مأزق بالنسبه للبنان وفي مأزق بالنسبه لاسرائيل باي موضوع بموضوع الحرب، بتتدخل امريكا وبترجع بتقول انه انا بدي احل. هلا هني بده يحلوا بس على طريقتهم. نتنياهو عم يجرب قد ما في ياخذ يعني مكاسب من موضوع ان كان في حل او كان في حرب مع لبنان. نعم. كلياتنا بنعرف انه نتنياهو عم بدور على انه بالوقت الحالي انه يعني يوجع لبنان بضرب الطيران، يعني يوجع لبنان قد ما في، على اساس انه هذا الشيء ممكن الوحيد اللي يقدر يخليه ياخذ مكاسب اكثر بالنسبه لاي تفاوض مع لبنان. كل همه هو انه يشيل موضوع غزه عن موضوع لبنان، او يحل يعني مثل ما هو بده.